الله ينضم إلينا الكاتب السياسي خليل شاهين، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا في هذه الساعة الإخبارية. الكثير من التطورات والأخبار المتعلقة بقطاع غزة والهدنة، دعنا نتحدث على ماذا سيعتمد الرد المنتظر اليوم من حماس. هل سيركز على الضمانات أكثر من البنود على الأقل؟ يعني من الواضح أن حركة حماس تنتظر إيضاحات واضحة وقاطعة من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق ببعض البنود التي لا يزال يكترفها بعض الغموض. الوفد الذي عاد من القاهرة حمل معه بعض التوضيحات التي سوف تدرسها حركة حماس بالتنسيق مع الفصائل الأخرى التي على ما يبدو أعطت تفويضا لحركة حماس، يعني من أجل استكمال المفاوضات وفق الخطوط العامة التي كانت قد قدمت يعني في ردود السابقة للفصائل الفلسطينية، والمتعلقة أولا بضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال. لكن حتى الآن أنا لست متأكدا أن حركة حماس يمكن أن تقدم الرد يعني فيما تبقى من هذا يعني المساء أو يوم أو هذا اليوم، لكن في كل الأحوال الموقف الإسرائيلي أعتقد أنه جاء واضحا بأن نتنياهو يصر على استكمال العملية العسكرية في قطاع غزة بالانتقال إلى رفح، سواء تمت الصفقة لتبادل الأسرى أو لم تتم هذه الصفقة، وقد قال ذلك بوضوح وأمام شاشات التلفزة، وهو الأمر الذي يعني أن نتنياهو يطلق الرصاص على أي جهود تستهدف التوصل إلى وقف الإطلاق. ولكن هناك من يقول بأنه ما قاله نتنياهو هي مجرد استفزاز لحماس كي يجعل حماس اليوم ترفض هذا المقترح، وبالتالي يقول نحن من قبل هذه الهدنة وحماس من رفضتها، يعني أن هذه التصريحات استفزازية فقط. لا، هي تعبر يعني دعني أقول يعني بطريقة أخرى، يعني هي تعبر عن إحباط لدى نتنياهو، لأن التقديرات التي قدمها له مستشاروه يعني خلال الأيام الماضية كانت تفيد بأن حركة حماس سوف ترفض الاقتراحات التي قدمت من قبل إسرائيل ونقلها الجانب المصري إلى حركة حماس، لكن حركة حماس اتخذت موقفا مختلفا ومغايرا بأنها تعاملت بشكل إيجابي مع المقترحات واعتبرت أن هناك تقدم وأن هناك شيء إيجابي وأن كل ما تطلبه هو إيضاحات بشأن بعض الصياغات الغير الواضحة، بمعنى أن الصياغات الواردة هي يعني من نوع أن إسرائيل تبدي استعدادها للانسحاب من محور نتسليم، هي تبدي استعدادها للبحث في المرحلة الثانية بشأن التوصل لوقف إطلاق نار دائم، هي تبدي استعدادها للبحث في إمكانية الانسحاب من قطاع غزة. هذا الكلام يعني لا يعكس التزاما إسرائيليا، لذلك مجمل التوضيحات في الغالب كانت تتركز حول ضرورة التأكد إذا ما كانت إسرائيل ملتزمة بذلك أم أنها فقط تبدي الاستعداد، لأن حتى الحديث عن ضمانات يعني من الوسطاء على سبيل المثال. ولكن ألا تعتقد، أسف وأعذرني على المقاطعة، ألا تعتقد أن دور الأمريكي اليوم هو أكثر إصرارا على المضي في هذه الصفقة لما اعتبره كثيرون بأنه هو بالفعل رهان بايدن للفوز بالبيت الأبيض إذا ما ذهبوا إلى هذه الصفقة؟ نعم، يعني ربما، ولكن هناك تغير في الدور الأمريكي بالانتقال من موقع الوسيط إلى موقع الطرف في العملية التفاوضية. هذه المرة الوسيط ينتقل لتحميل أحد الأطراف المسؤولية المباشرة، وفي هذه الحالة هناك تحميل لحركة حماس المسؤولية المباشرة عن تعطيل يعني المفاوضات وإخلاء سبيل يعني أي مسؤولية عن إسرائيل، وكأن يعني حركة حماس هي التي تحاصر تل أبيب على سبيل المثال وتقصفها، وليس إسرائيل هي التي تقوم بإطلاق النار والقتل والعبادة والتدمير في قطاع غزة. بهذا المعنى أعتقد أن الولايات المتحدة عمليا فقدت القدرة على التأثير كوسيط، ولذلك هي تقوم بالضغط على مصر وعلى قطر من أجل أن يقوما بدورهما بالضغط على حركة حماس. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن بلينكين في التصريحات الأخيرة التي سمعناها قبل قليل على شاشتكم يقول بأن إسرائيل قدمت كل ما يمكن أن تقدمه وأنها أبدت مرونة وأن هناك عرض سخي كما قال يوم أمس أيضا لحركة حماس، وبذلك فهو يشجع نتنياهو على استمرار التعنت ورفض المقترحات المطروحة حاليا. وهذا ما حدث عمليا يوم أمس، كانت هناك إشاعة لأجواء إيجابية حتى في الإعلام الإسرائيلي. ولكن لماذا لا تذهب حماس وتضع الكرة اليوم بالفعل في ملعب نتنياهو، توافق وتقبل بهذا العرض على الأقل لوقف هذه الحرب 6 أسابيع في المرحلة الأولى؟
وماذا بعد؟ يعني من يمكن أن يتحمل مسؤولية في الموافقة على عرض يؤدي في نهاية المطاف إلى ذبح شعبه؟ يعني هذه مسؤولية تاريخية، لا أحد يستطيع أن يضع في عنقه مسؤولية الدم الفلسطيني الذي يمكن أن يسفك بعشرات الآلاف في رفح. هذه يعني أعتقد قضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لا يوجد قيادة لشعبها يمكن أن تخاطر بمثل هذه المغامرة في وقت يقول فيه نتنياهو أنه سيذهب إلى رفح، وفي وقت يقول فيه وزير في الحكومة الإسرائيلية اسمه سميتريتش بأنه يجب تدمير أنصيرات ودير البلح وتدمير رفح بالكامل. يعني كيف يمكن يعني للقيادة أن أستاذ توافق؟ خليل، هل اليوم المشكلة حقيقة ليست متعلقة ببنود الاتفاق والهدنة ما بين إسرائيل وحماس أكثر ما هي متعلقة بالضمانات ومن يضمن أي اتفاق؟ صحيح صحيح، هاي نقطة مهمة، ولكن يعني ما معنى إعطاء ضمانات الاتفاق غير واضح؟ ما معنى إعطاء ضمانات؟ يعني أنا أضمن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض حول وقف الإطلاق النار دائم. ما معنى أن أعطي ضمانات بأن إسرائيل مستعدة للتفاوض حول الانسحاب من قطاع غزة؟ هذه ليست ضمانات، هذا كلام فارغ في واقع الحال، يعني لا يؤدي إلى شيء. لذلك الموقف الذي اتخذته الفصائل، وليس فقط حركة حماس، هذا الموقف اتخذ في اجتماع ما بين حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، يعني عقد في إسطنبول مؤخرا، وتم فيه التأكيد على ضرورة أن يكون هناك موضوع هذه القضايا يجب أن تكون واضحة. إلى أين يمكن أن يفضي هذا الاتفاق؟ إلى عملية جديدة في رفح وقتل المئات وتدمير استكمال تدمير كل قطاع غزة مقابل إعطاء يعني 33 أسير وأسيرة محتجزين في قطاع غزة لإسرائيل، أم أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى إنهاء المعاناة المستمرة في قطاع نعم. غزة؟ قبل قليل شاهدنا تقريرا جيدا قدمتوه أنتم وكل المتحدثين فيه، كان يقولون أنهم يريدون هدنة من أجل العودة إلى منازلهم. من يضمن العودة إلى منازلهم إذا كانت إسرائيل حتى الآن ترفض هذا الأمر وتريد أن تستكمل تدمير ما تبقى من قطاع غزة؟ لذلك القضية الرئيسية حتى الآن أن نتنياهو يريد الحرب من أجل الحرب وليس من أجل تحقيق أهداف يمكن أن يفهمها حتى المسؤولون العسكريون الإسرائيليين الذين بدأوا يعني يشككون في إمكانية تحقيق هذه الأهداف حتى ولو تم الذهاب إلى عملية في رفح. ولذلك يجب أن يتغير الموقف الحالي أولا بالتعامل المختلف مع الولايات المتحدة باعتبارها أصبحت طرف ولم تعد وسيط. يعني لا يوجد شكرا. وسيط يحمل الطرف المسؤولية وهو لا يزال في يعني خضم العملية التفاوضية. لذلك المشكلة تكمن في الموقف الإسرائيلي بشكل نعم. أساسي، وخاصة أن نتنياهو بات مقيدا بسبب يعني مواقف حلفائه في الائتلاف الحكومي وخصوصا سموتريش وبن غفير الذين يريدون باسقاط الحكومه، وبالتالي هو يضع قضيه رفح في يعني في كفه وقضيه استقرار الائتلاف الحكومي في الكفه الاخرى. من رام الله، كان معنا الكاتب السياسي خليل شاهين، شكرا جزيلا لك.